قلت لكم بالأمس أن قول أكثر أهل العلم أنه يجوز إهداء الثواب للميت، وهو قول أحمد، نص عليها في مسائل كثيرة جدا وجمع فيها جزءا الخلال، وهو قول مالك وقول أبي حنيفة، وللشيخ تقي الدين رسالة في إثبات أن الميت يجوز إهداء الثواب له، الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذ ابن القيم على ذلك. خالف الشافعي يرى العدم، فيجوز المرء أن يقرأ قرآنا ويهدي ثوابه لأبيه أو لأمه أو لميت أو لحي، يجوز ذلك. وبناء على ذلك فالميت يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى له الثواب، وهو قول أكثر أهل العلم إلا الشافعي عليه رحمة الله.